السلام عليكم، معكم سمير دكتور فارماسي، واليوم كما بروميت لكم انا رايحين نهضروا على لي بوتون دو فيزاج ولا لاكني ولا حب الشباب، وشنو هي السبه تاعو، كيفاش حتى يجينا وكيفاش نداويوه. كما موالفين راني حنسي لو بوسيب تاعي باش نهضر بطريقه بزاف بسيطه وبفاسون جينيرال باش كاع نفهموا وكاع يلحقنا الميساج. الحاجه الاولى اللي حنبداو بها حنعرفوا واش هو لاكني واش هي السبه تاعو. الحاجه الاولى ديجا سي اون مالادي انفلاماتوار كرونيك ماشي انفيكسيون. لاكني سي با اون انفيكسيون، هو عباره عن التهاب. نقولوا عليه اون مالادي دو لادوليسونس، واش معناتها؟ معناتها تقيس كثرتها لي جون، وان بليس عندها علاقه مع لي فوليكول بيلوسيباسي، يعني عندها علاقه مع بصيلات الشعر. واش معناتها كلمه سيبوري؟ معناتها اون اوغمونتاسيون ولا اون هيبر برودكسيون تاع لو سيبوم فيلم ليبيديك. واش معناتها؟ معناتها لي فوليكول بيلوسيباسي ولا البصيلات تاع الشعر حتبدا تخدم لي مواد دهنيه اونيكسي، يعني بزياده، يعني يزيد الافراز تاع المواد الدهنيه في بصيلات الشعر. هذا الشيء على واش يصرى؟ عندنا في بصيلات الشعر عندنا دي ريسيبتور، دي ريسيبتور هذوما سون سونسيبل لواحد الهرمونات. الهرمونات هادو يبداو يبانو في الكور في سن المراهقه، يعني في لادوليسونس، ما عند الطفله ولا عند الولد كاين هرمونات جديده رايحه تبان في الكور تاعهم. كي دير لو برومي كونتاكت مع هاد لي ريسيبتور واش حيصرى؟ حيصرى انيكسي في لا برودكسيون تاع لو سيبون فيلم ليبيديك اللي هو عباره عن مواد دهنيه. هاد المواد الدهنيه حيزيد الافراز تاعهم. لا دينيير شوز، الحاجه الاخرانيه هي لي فاكتور تاع لافلاماسيون ولي ميكروب. كاين واحد النوع تاع لي بكتيري واسمو باكتيريوم اكناس، على حسب اسمو اكني اكناس، باكتيريوم اكناس. هاد النوع تاع لي بكتيري يدير لي انفيلتراسيون في لابو تاع لو فيزاج ويدير لي دي ليزيون. لي ليزيون هادو سوا حيكونو سوبرفيسيال سوا حيكونو بروفون. كي يكونو سوبرفيسيال حيبان لي هذاك الحب اللي فيه لو ليكيد بلون اللي نقولو بيو ولا قيح، حيبانو دي بوطون هكداك، هادي اون ليزيون سوبرفيسيال. ولا يدير لي دي ليزيون بروفوند، يعني يولو شغل حبات بومبي هكدا بصح ما فيهمش ليكيد بلون، حيخرجوا لي حبات حمراء وكبار في الفيزاج. اللي ما كانش يعرف، هادو هما لي كوز ولا هادو هما الاعراض اللي حيبانو عند الواحد اللي يكون عنده اون بو اتوندونس اكنييك، ولا يكون عنده الحب في وجهه، ولا يكون عنده لاكني. حاجه اللي لازم نعرفوها ثاني باللي لاكني ولا لي بوتون دو فيزاج ولا حب شباب راهو حاجه عاديه بزاف بزاف في اغلب الحالات. دونك لي جون بوندون لادوليسونس هاد الحاجه راهي عاديه بزاف، بنات ولا دراري ما لازمش تخافوا منها وما لازمش نتقلقوا منها بزاف بزاف. دونك سي اون بيريود برك اللي راهي رايحه تجوز من داك طول شويه بصح يلحق الوقت وين يروح ولو فيزاج تاعنا يولي ما يخرجش لي بوتون. راهي حاجه بزاف عاديه كما قلنا عندها علاقه مع الهرمونات، سي هرمونال، دوك واحد ما لازمش يخاف منها. دوك هذيك شنو هي الحاجه اللي لازم نديروها؟ الحاجه الاولى لازم لو فيزاج تاعنا دائما دائما يكون بروبر ودائما يكون نقي. لازم نغسلوا لو فيزاج تاعنا جوسكا 3 فوا 4 فوا باغ جور، هذا لو مينيموم. لازم لو فيزاج تاعنا دائما يقعد نقي. بالنسبه لي في لي برودوي شيميك الماكياج اي فيتي بوندو هاد لا بيريود بيسك سون دي برودوي توكسيك وحيزيدوا يغرافيو الحاله ويزيدوا يوسعوا لكم لي بور ويزيدوا يخلوا لكم لي طاش بزاف بزاف لو فيزاج كيتبرى هذيك الحبه ولا هذوك لي بوطون. زوج حاجات ناتورال نكونسيهم على دائما، لو ميال العسل والكبريت. العسل والكبريت بزاف بزاف ملاح لابو كي تكون اتوندونس اكنييك. ديجا لو ميال معروف باللي سيكاتريزون، يدير لنا سيكاتريزاسيون كاع هذوك لي بوطون ويدير لنا اليميناسيون كاع لي زامبيغتي اللي حيكونوا في الفيزاج تاعنا. دونك الواحد واش يدير ولا الوحده واش دير؟ يدير ان ماسك تاع لو ميال، يعني يدير ماسك بالعسل، عسل حره، يدير بها ان ماسك ينيطواي لو فيزاج تاعو بحاجه دافيه. بما دافي نورمال، ومن بعد يدير لو ماسك تاع العسل هذاك يخليه 20 مينوت ومن بعد يعاود يغسلو بما دافي بزاف بزاف مليح وحتبان الريزولتا تاعو وحتبدا تنقص لافلاماسيون هذيك. الحاجه الدوزيام هي لو سوفخ، انا نكونسيي دائما بصافون سوفخي. عندي هنايا دير ما سوفخ تلقاوه عند كاع لي فارماسيان، الي اكسيلون الي اكسيبسيونيل بوغ لي بوطون دو فيزاج. الحاجه الاولى حينشف لي بوطون دو فيزاج. الحاجه الدوزيام قلنا باللي لاكني سي انفلاماتوار، c'est une réaction inflammatoire ماهوش انفيكسيون. دونك لو سوف سي ان انتي انفلاماتوار الي اكسيلون، اون بليس ديزانفيكتون ديزانفيكتي لنا كاع هادوك لي بوطون كاع لي باكتيري اللي كاين في الفيزاج تاعنا. دونك الي ديزانفيكتون، والحاجه الدوزيام حينشف لنا لي بوطون. اوكي اون بليس قلنا الي انتي انفلاماتوار. دونك لو فيزاج تاعنا دو بريفيرونس اذا كان عندنا اون بوا توندونس اكنيك وكنا في هاد لا بيريود ديال يخرج لنا الحب نستعملو ديرما سوفر، إلي إكسيلون، قلت لكم بلي حينشف لي بوطون نغسلو به 3 فوا باغ جور، كي نغسلو به ما نغسلوش رابيدمون، ماشي تمتم نحوم لو فيزاج تاعنا، نخلوه اون ديزان مينوت، كانزان مينوت هكداك، نخلوه 15 دقيقة حتى 10 دقائق، كوما ماسك سوغ لو فيزاج، ما خاصين والو، ومن بعد نغسلو وجهنا، مينيموم مينيموم 3 دقائق 5 دقائق يقعد سوغ لو فيزاج. حاجة واحدة أخرى، لي جال موسون، دوك كاع ولد ولا طفلة دوك بداو يقولوا لي حنا نستعملو جال موسون هذا ولا هذا ولا هذا. نقول لكم حاجه بلي لي جيل موسون كاع راهم نفس الشيء، كاع حاجه واحده ما يتبدلوا حتى حاجه بيناتهم. يلفو برك اشتي على حساب لابو تاعك، درت ديجا فيديو هضرت فيها كيفاش نعرفوا النوع تاع لابو تاعنا، يعني لو تيب تاع لابو. تلقى موسوني في لو جيل موسون تاعك بو غراس بو ساج بو ميكس بو سونسيبل، اشري واش يخرج عليك.
يا اخي انا كونسيي دائما بابيولاكس، لازم تعرف باللي لو جيل مونسون ما هو الا منظف للبشره، دونك قلت باللي البشره لازم تقعد بروبر وتقعد نظيفه، دونك لو جيل مونسون هذا هو الرول تاعو، حينحي لك كاع لي زامبيرفيكسيون من الفيزاج تاعك ويخلي لك لابو تاعك نقيه ويخليها لك بروبر، هذا هو الدور تاع لو جيل مونسون، نديرو به دو فوا باغ جور لو ماتان اي لو سوار، شويه رانساج في الفيزاج ومن بعد نشفو لو فيزاج تاعنا دو بريفيرونس مع ما دافي. دونك انا كونسيي دائما هذا بابيولاكس، بابيولاكس بزاف مليح لكاع انواع البشره. Il est excellent. انا دائما نكونسيي هذا يوم بلوس انا نستعمله دونك اي اكسيلون بزاف مليح. دونك نكونسييكم به حاجه بزاف مليحه وحيخلي لابو تاعكم بزاف بزاف نقيه. دونك لو كان تجربوه ديجا دي لا بروميير لا دوزيام يوتيليزاسيون حتشوفوا لي في تاعو حيعجبكم نورمالمون. قلنا ثاني باللي لي ليزيون لي في لو فيزاج تاعنا يقدر يكون السبب تاعهم دي باكتيري اللي هي باكتيريوم اكنس. دونك كاين في لا بليبار دي تون وين الواحد يروح يشوف ان ديرماتو دونك حيعطي له دي زونتيبيوتيك باش يشربهم. كاين تيتراليزال دونك لو كان قلت تيتراليزال كاين اللي يعرفوه تيتراليزال واحد اللي شاف ان ديرماتولوج يكون قطع عطى له تيتراليزال. لا دوكسيسيكلين يقدروا يمدوها ثاني. كاين ثاني واحد بزاف بزاف مشهور في هذه الحاجه اللي هو كيوراكلي. كيوراكلي بزاف بزاف معروف يمدوه لي ديرماتو في لو كا تاع لو فيزاج وين يكون الحق المرحله بزاف بزاف غراف وديفلوبا بزاف هاد الحب وهاد لاكني في الفيزاج تاعنا. دونك سي بور سا يمدو لي زونتيبيوتيك باش ينحوا هاد لي ليزيون اللي داروهم لي باكتيري هادو. كاين ثاني دوطر بوماد دوطر كام يقدروا يمدوهم في هاد لا بيريود. باغ اكزومبل عندنا كيوتاكنيل اللي تكزيستي في كاع لي دوزاج، تكزيستي في 2.5 5% وفي 10%. هذه هي ثاني مدها لكم لو ديرماتو ماشي وحدكم تروحوا تشروها من عند الفارماسيان بيسك راهي بدي دوزاج وعلى حسب لو دوغري ولا حق لاكني في الفيزاج تاعكم. ميم لو فارماسيان الى با الدروا باش يكونسيي كيوتاكنيل ولا بديفيرين. ديفيرين اللي اكسيلونت. كاين ثاني كرام واسمها ديفيرين هم يعرفوها لا بليبار ثاني اللي عندهم الحب في الفيزاج. ديفيرين ثاني لازم لو ميدسان يعطيها لك لو ديرماتولوج. دونك سوا دي كرام ولا سوا دي زونتيبيوتيك il faut jamais تاخذ لافي تاع لو فارماسيان في هذه الحاجه. لافي هذايا لازم يكون لو ميدسا ديرماتولوج. لو فارماسيان لا با دروا يعطي كونساي في هذه الحاجه ماشي لا سبيسياليتي تاعو. دونك لازم تروح ديرماتو. ديرماتو هو كي يشوفك ويدير لك اناليز ويعرف لو دوغري تاع لاكني اللي راه في الفيزاج تاعك حيعطي لك دي ميديكامو دي زونتيبيوتيك دي كرام على حسب الدوزاج تاعهم على حسب لو دوغري اللي راك لاحق له في الفيزاج تاعك. اول شوز اللي حنهضر عليها هي كيوراكني. كيما قلت لكم انا دوك برك شويه دخلت مع لي زونتيبيوتيك. هذا سي با زونتيبيوتيك راهو اكزيستي في 3 دوزاج 5 10 و 20 ميليغرام. هذا داخل في واحد لاكلاس تاع واحد الميديكامو واسمهم لي ريتينويد. هاد الميديكامو يمدو لو ديرماتولوج جينيرالمون دون لو كا سيفير تاع لاكني يعني وين الحب في الفيزاج تاعي ولا لاكني ولا لي بوطون دو فيزاج هادوما راحوا لنيفو واحد اخر كاع في الفيزاج تاعي. هنا لو ميتا راهو حيمدهولي. دونك سي دي كونسيي الواحد يشري هكذاك من عندهم من عند الفارماسيان ويشربو. سيرتو اذا واحده كونسيات صاحبتها وقالت لها يا ودي راه عطاها ولا لو ديرماتو انت تشرب ليه. هاد لو ميديكامو بزاف بزاف دونجي. وعلاش هاد لو ميديكامو المراه كي تكون حامل ما لازمش تشربو. بيسكو كان تشربو المراه في بدايه الحمل تاعها واش راح يدير لها تشوهات خلقيه للجنين تاعها يعني الجنين تاعها حيخرج معاق. لازم تعرف الوحده باللي اذا راحت عند ديرماتو كان حيعطي لها دواء راح يسقسيها على هاد الحاجه اسك راكي حامل ولا عندك نياب في الحمل. المرأة إذا كانت حابة تحمل لازم على الأقل على الأقل تحبس هاد الدواء شهر إلى شهرين قبل ما تبدا في الحمل تاعها. صح كي تبعتونا بون واش لحقنيكم كيستيون سيت لو بوست تاعي باش نريبوندي عليه بطريقة بزاف سهلة في هاد الفيديو. إن شاء الله يلحقكم الميساج. إذا كاين كاش بوان واحد أخر ما هدرتش عليه ما عليكم غير تبعتولي وإن شاء الله نعاودو نهضرو عليه نهار واحد أخر. يعطيكم الصحة وعلى بروجان إن شاء الله.